نعم، لدينا سينار عديد المتابعات هنا لعمليات الإنقاذ. العمارات أصبحت جبال متراكمة هنا في هاتاي، كل فريق يحاول أن يقوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الركام والأنقاض كثيرة ومتعددة وأكثر مما يتصور، وأكثر حتى من قوة رجال الإنقاذ سواء الوطنيين أو المحليين، نتحدث عن تركيا أو حتى الدوليين. لكن العملية مستمرة، وأحيانا بين الفينة والأخرى يتم إنقاذ يعني شخص مثل السيدة التركية التي تم إنقاذها من طرف فريق مشترك فيه جزء من كوريا الجنوبية كما كشفنا لقناة الغد اليوم. وفي ظل هذا السياق سينار معي رئيس فريق الإنقاذ المكسيكي السيد فيكتور كاستيو. سيد فيكتور كاستيو، نود أن تشارك قناة الغد التجربة لعملكم هنا كفريق إنقاذ، ما لاحظتموه وما شاهدتوه؟ مستر كاستيو ميبويا دي سير كي سي بويدي ديسير ان وسترو خنتي كي بيستيس اكي ان هاتاي دينترو دي سايس دياس مي ديخستيس كي استاباستيس اكي سايس دياس ابير لكي اي ابير سي مي بويدي ديسير تودو لا اكسبيرينسيا لو كي تينيس اكي. Bueno, buenas tardes. Es la primera vez que realmente en lo personal veo una cosa así. Hemos estado en varios lugares como grupo rescate y es la primera vez. قال أنه هذا لديه خبرة في الإنقاذ وهذه للمرة الأولى يرى حجم كارثة مثل هذه. Y es la primera vez que hemos estado en varios lugares y es la primera vez que vemos una ciudad tan destruida, tan colapsada por el terremoto, ¿no? Que bien sabemos que afectó mucha gente y como ustedes lo pueden ver los edificios son bastante dañados. وكما هذه أول مدينة أراها بهذا النوع من الدمار، ولاحظت عديد العمارات مدمرة كما تشاهدون خلفي. هل أنقذتم عدد من العالقين هنا تحت الأنقاض؟ سي بيستيس كي أيوداتي ألجن أو سكوراتي ألجن كي ستان بيبو أستاورا؟ سي رسكتاموس الديا دي أنتيرا دوس برسوناس يا دي داد أدولتا. Afortunadamente las rescatamos con vida, estuvieron desde el día del terremoto hasta el día de antier en nuestras habitaciones y tuvimos la fortuna de encontrarlos vivos. نعم، أنقذنا شخصين وكانوا هناك قبل، أنقذناهم قبل يومين وكانوا هناك منذ بداية الزلزال. هل العدد الإجمالي هم اثنان أو ثلاثة من أنقذتم تحت الأنقاض؟ وهل أنقذتم كذا وهل كذلك استخرجتم جثث موتى؟ Será dos personas o tres personas. Dos personas. Y a ver si también gente muerta si sacaste. Sí, también, digo, desafortunadamente también sacamos gente, nosotros lo llamamos como código negro. Uh-huh. Ese es el, lo que se le llama código negro. Y sí, sacamos, desafortunadamente, entre todo el grupo, sacamos, si no me equivoco, entre 8 o 9 personas fallecidas. ما نسميه نحن كالفريق بالرمز الأسود صحيح، وهما الموتى. أن استخرجنا 8 موتى إلى حدود الساعة. Thank you so much. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. شكرا جزيلا. Gracias. شكرا. معي كذلك أحد من فرق الإنقاذ المكسيكي السيد أوسكار أوليفا. السيد أوسكار كذلك، هل يمكن أن تشاركنا الفكرة ما رأيته من دمار هنا في هاتاي؟ سنيور أوسكار، أبير سي مي بويدي ديسير أ نوسوتروس لو كي فيستيس أكي إن هاتاي، كومو با لا كوسا بارا أوستيد؟ Bueno, con el paso de los días es menos probable rescatar gente con vida. Los primeros días fueron muy importantes. Los perros de rescate son una herramienta indispensable. También ocupamos equipos de sonar. ¿Ya tienes perros o no? قال أننا جئنا والأيام الأولى هي مهمة، وللأسف لم نتمكن من المجيء بكلاب الإنقاذ وهي مهمة في مثل هذه العملية. Sí, nuestros perros no pudieron viajar por cuestiones de documentos que se piden específicamente, pero llegaron otros perros que nos ayudaron a encontrar personas. Gracias a eso encontramos personas con vida y pudimos sacarlas. كان لدينا إشكالية في العملية الإدارية والوثائق بشأن الكلاب التي ستساعد في عملية الإنقاذ، لكن لحسن الحظ حصلنا على بعض الكلاب هنا المختصة في عملية الإنقاذ. Y bueno, algo importante mencionar que esto es lo más grande que hemos visto en destrucción.
de mucho tiempo no comparada. Nosotros estuvimos en Indonesia, en el tsunami, estuvimos en Haití, estuvimos en Nepal, estuvimos en muchas partes y esto es lo más grande que hemos visto. قمت بعملية إنقاذ في عديد المناطق من أندونيسيا من هاتاي من مناطق أخرى من غير هاتاي في مدن أخرى ودول أخرى ولم أشاهد زلزال بهذا الحجم لهذه لأول مرة أشاهد زلزال من هذا الحجم كم تظن أن هذه العملية قد تأخذ في عملية الإنقاذ على مستوى الإنقاذ الحالي ¿Cuánto tiempo que te parece puedes aguantar este el tiempo de sacar la gente? Cada país es diferente por el clima. En Haití la primera persona que nosotros logramos sacar tenía 8 días. في كل بلد هناك خصوصية حسب وضعية المناخ. مثلا في هايتي Y se encontraron personas hasta los 17 días después del terremoto, pero ahí hacía mucho calor, aquí hace mucho frío. في هايتي مثلا انقذنا الناس حتى اليوم 17 يوما لكن هناك درجة حرارة عالية هنا درجة حرارة منخفضة وهذا صعب. Que no sabemos exactamente si ayuda o no, también depende mucho de la persona, de la estructura, de la edad, de cómo quedó, son muchos factores. علاقة استمرار الإنسان تحت الأنقاض مرتبطة بعديد العوامل أهمها عمر الصحة ووضعيته وكذلك طبيعة السقوط عليه طبيعة الأنقاض التي سقطت عليه وطبيعة الجروح المصابة بها أبير هل يمكن أن تتنبأ بأنه لا زال عالقين هنا في هاتاي أبير سبويدي دي سير كتب باريسي كستان خين تبيبا أستعورة No lo sabría. Todos esperamos y queremos que haya más vida y tenemos que seguir buscando. Por eso la importancia de que llegaron los perros de rescate, que llegaron todos los equipos y tenemos que seguir buscando hasta el último aliento. أتمنى أن يبقى أحياء كما قال تحت الأنقاض وسنظل نستمر في البحث إلى نهاية مهمتنا. Muchísimas gracias, señor Oscar. جزيل الشكر, سيد أوسكار.